مساء الخير. رح ناخذ اليوم المحاضرة الأخيرة من حيث النظري، نظم المعلومات التنظيمية وبين المنظمات. في حدا عنده أي تساؤل عن المحاضرات الماضية؟ طيب، عشان ما نطيل عليكم، طبعا نظم المعلومات التنظيمية أو داخل المنظمة وبين المنظمات. التكامل في نظم المعلومات الإدارية امتد تقريبا من الخمسينات، دخلت الحواسيب إلى الشركات، ثم الستينات حصل تكامل فظهرت نظم المعلومات الإدارية على مستوى الفرع الواحد، على مستوى المصنع الواحد. ثم بعد ذلك صار في ربط شبكي بينه على مستوى كافة فروع المنظمة. طبعا التكامل والتحديث في البرامج والتحديث في التكنولوجيا والهاردوير والسوفتوير وشبكات الاتصالات، كل ما له عم يزيد حتى وصلنا إلى التكامل بين عدة منظمات أعضاء سلسلة التوريد. ثم في تكامل ايضا بين المتنافسين، ممكن يحصل تكامل معلوماتي بين متنافسين، ممكن اذا في جدوى اقتصاديه. نحن عندنا في الاداره كل شيء ممكن، اذا في جدوى اقتصاديه فممكن اي شيء يحصل. لغه الاكس ام ال ساعدت، قبل لغه الاكس ام ال في عندنا الانترنت أو تبادل الإلكتروني للبيانات المعتمد على الإنترنت. التبادل الإلكتروني للبيانات في البداية كان مقتصر على الشركات الكبرى ومراكز البحث العالمية الكبرى في الدول المتقدمة، ثم تعرفوا أنتوا شلون تطور الإنترنت وظهرت شبكة الإنترنت. فبالبداية كان فقط تستطيع عمل التبادل الإلكتروني الشركات، التكامل عبر التبادل الالكتروني المعتمد على الانترنت رخيص الكلفه. فهو صار الشركات تتبادل الكترونيا وثائق مع الموردين، مع العملاء، وخاصه مع الدول اليمين ايضا. حاليا طبعا كل الافراد في العالم عم يتبادلوا الكترونيا البيانات. حاليا يعني بدايه الشركات الصغيره، بعدين كل الافراد حاليا موجودين كل يوم يتبادلون بيانات بغض النظر عن الاجهزه اللي بيناتهم، هل هي سامسونج، هواوي، لابتوب، كمبيوتر، لينكس، ابونتو الى اخره. يعني بغض النظر عن نظم التشغيل وعن البرامج الموجوده وسط التطبيق، لغه الاكس ام ال في فتره معينه ساعدت في هذا الامر، لعب الدور الوسيط. الشركات، معظم الشركات اللي عندها تطبيقات صارت تدعم لغه الاكس ام ال حتى تنتقل البيانات بغض النظر عن تطبيقات مايكروسوفت ولا غير مايكروسوفت. فأنت حاليا بإمكانك تحفظ وورد بصيغة اكس ام ال. فإذا أنت ملفات بتهمك فللحفظ طبعا اكس ام ال أحسن، لتبادل بيانات الكترونية المطلوب ما يتغير، تتغير الوثيقة. في حد عنده أي تساؤل عن هذا التكامل اللي حصل بين المنظمات؟ سلسلة التوريد، ما هي سلسلة التوريد؟ سلسلة التوريد هي سلسلة من المنظمات المتعاقدة المستقلة أو شبه المستقلة اللي تعمل على إنتاج منتج أو تقديم خدمة لمتلقيها.
يعني كل الشركات اللي اشتركت في صناعة سيارة 25,000 مورد لصناعة السيارات، هدول كلهم أعضاء سلسلة التوريد. بدءا من المواد الخام، يعني بدءا من الصناعات المعدنية، لغير ما تصير سيارة هي كلها اسمها أعضاء سلسلة التوريد. أيضا سوبر ماركت، حتى العميل هو عضو من أعضاء سلسلة التوريد، والهدف هو إرضاء العميل الداخلي والخارجي. وبالتالي أيضا تحولت المنافسة بين سلسلة من المنظمات وسلسلة أخرى من المنظمات. من هنا صرت تشوفوا إن شركات كثير إذا لا تنتمي إلى سلسلة معينة تخرج من السوق نتيجة شدة المنافسة، لأن خفض التكلفة في كل السلسلة. ما هو تعريف نظم المعلومات التنظيمية؟ قلنا هنا على مستوى المنظمة الواحدة، لأنها نظم المعلومات التي تحقق تشارك وتكامل المعلومات بين مختلف فروع المنظمة الواحدة ومختلف مجالات الوظيفية تسليم أنتاج أفراد. إذا امتدت هذا التكامل للمنظمات الأخرى تصير انتر اورجانيزيشنال انفورميشن سيستم، معناتها نظم معلومات بين المنظمات. طبعا اعضاء سلسله التوريد بيعملوا اتفاقيات بيسموها شركاء. اعضاء سلسله التوريد بارتنر يعني مو معناتها شريك، له حصه في الشركه، حصة رسمية وشراكة رسمية، في عقود طويلة الأجل بيناتهم، تعاونية طويلة الأجل، كأنهم شركاء. ما بعرف إذا في ترجمة حدا جاء من الجماعة في الإنجليزي، ترجمة أحسن للبارتنر والشركاء. الظاهرة التبادل الإلكتروني للبيانات المعتمد على الإنترنت طبعا والمنخفض الكلفة، وتوسعت أيضا تطبيقات التجارة الإلكترونية بين المنظمات. ستيك هولدرز، حملة الأسهم، ذوي أصحاب المصلحة، نعم أوسع، أصحاب المصلحة أوسع من سلسلة التوريد وتهتمهم بقى بالتوريد. يعني كل شركة اشتركت في توريد جزء من أجزاء المنتج هي اسمها سلسلة التوريد. بين الستيك هولدرز المهتمين في الشركة أكبر، بالإضافة إلى الموردين، العملاء، مجموعات الضغط، المساهمين، العملاء، أصحاب المصالح، نعم أصحاب المصالح أكثر من سلسلة التوريد. برنامج الـ ERP كبرنامج Enterprise Resource Planning System، نظام تخطيط موارد المنظمة الكبيرة انتربرايز، للأسف لدرجة انه نقول المشروع، وكلمة المشروع ترجمة ايضا من كلمة بروجكت. بروجكت غير انتربرايز، البروجكت مشروع له بداية ونهاية، هون انتربرايز شركة كبيرة الحجم مترامية الأطراف يعني ضخمة كثير. فانت لما تشتري برنامج اي ار بي معناته اكبر شركه بخدمها، مهما كانت فروعها عالميه محليه بيخدمها. طبعا فيها برامج فرعيه، موديولات فرعيه، سب سيستم، لكل مجال من مجالات الاداره، التخطيط، التصنيع، يعني بكل مجال من مجالات الشركة، مجال وظيفي، تخطيط، تصنيع، مبيعات، تسويق، توزيع، محاسبة، تمويل، إدارة موارد بشرية، في برامج فرعية، إدارة مشروع، إدارة مخزون، خدمة وصيانة، نقل، أعمال إلكترونية، أي أبحاث
اي شيء اخر فممكن تلاقيه برنامج فلاني. طبعا الشركات تشتري كل هذه البرامج تبع ربي، ولا ممكن تشتري بعضها، يعني تشتري اي ار بي فيه اجزاء من هذه البرامج، بعضها ما هيك، لانه في غالية، يعني اذا تشتريها كلها غالية، وقد تكون الشركة لديها برامج موجودة اخرى. طبعا اذا اشتريتها كلها مع بعض فيها تكاملية اكبر، لما انت عم تشتري من شركة اوراكل كافة البرامج، او شركة سابل الالمانية، او شركة مايكروسوفت، او اي شركة عالمية عندها اي ار بي، فانت عم تشتري كافة البرامج المتكاملة مضبطة مع بعض، فيها تكامل كبير. هاي ميزة ولكن مكلفة. فنحن في البنك المركزي في 2010 قررنا، أنا كنت عضو مجلس إدارة في 2010-2011، قرر مجلس الإدارة أنه نتعاقد نشتري أوراكل المكون المالي والمحاسبي، لأنه في عندنا برامج أخرى، فنحن كان بهمنا هذا المكون، وعدونا على أساس يعطونا أوراكل نسخة نظامية، وبالتالي نحول مباشرة الأموال لسوريا ونستغني عن لبنان. ما بيعطونا اياها يعني. طبعا هي انا حتى شكيت انه في شركه تعهدت بتامين اوراكل، ولكن انا كنت شاكك انه تحسن تعطينا اوراكل، لان نحن معاقبين اقتصاديا وممنوعين من اوراكل قبل الاحداث كنسخه رسميه للدوله للتحويل عني. تحويلات طبعا اليات ماليه تحويلات عالميه، فسويفت مثلا ما بدها اوراكل، فكنا نحن نحول عن طريق لبنان. بداية هلا الأزمة للأسف حصلت، حتى إيران كانت محرومة من هذه الآلية، هلا بيقولوا في آلية مالية جديدة. نحن نتأمل أنه النظام المالي العالمي يفرض هذا النظام العالمي المالي المتحكم به أمريكا، وغالبا سيفرض، بس يعني ما مبين الفترة. في ناس كانوا متوقعين 2018 طال بعمره شوي، وتجزئة المجزأ بتطول بعمره. إذا فشلت تجزئة المجزأ تقريبا، وبدنا قطب دول عربية إسلامية، لأن الروس يعني الأقطاب الأخرى، الروس والصين، كلهم أغلب الأقطاب دفاعية، يعني ما حابين معظمنا، ونحن حتى ما حدا بحب يصطدم مع امريكا ويصير صراع نووي، ولكن نحن عم نصير مصدر تطفل العالم، يعني نحن سبب كمان في المشكله العالميه، دول عربيه خاصه دول الخليج انه فيها نفط بالدولار، فهي المعادله اذا انتهت خلص راح الدولار الى الابد. كان متوقع ب 2018 هلا عبود 2021، وقد يكون على ايد ترامب، لان ترامب نفسه ما هو راضي عن يعني رغم انه حرامي هو طبعا، ولكن على تناقض مع المسؤولين عن النظام المالي. وما هو راضي ينقذهم المسؤولين عن الدولار طبعا. طب برنامج اي ار بي اذا مديناه شوي نحو المنظمات الاخرى، الاسم العلمي له نظام تخصيص موارد مشروع الممتلك، يعني اكستندد اي ار بي او اكس اي ار بي. فهذا الاكس اي ار بي مو شائع كثير، بالابحاث انا صادفته من زمان موجود في بعض المقالات، ولكن الشائع اكثر اي او اي اس، اللي هو نظم المعلومات بين المنظمات. وفي عندنا ايضا سبلاي تشين مانجمنت سيستم شائع بدل اي ار بي، برامج شركات بتبيع برنامج بدل اي ار بي تسميه سبلاي اس سي ام سيستم،
معناه ده مخصص لخدمة أعضاء سلسلة التوريد. لحظة، الأول برامج ERP شائع أكثر في الشركات الصينية، يعني ألمانيا، لذلك شركة سير الألمانية هي الأكثر أكبر حصة سوقية في سوق قواعد البيانات الكبيرة لشركة سير الألمانية، اللي حاولت مايكروسوفت تشتريها تندمج معاها من زمن فترة طبعا، ورفضت شركة سير. يعني تنافس أوراكل حصة سوقية في سوق البرمجيات أكثر من أوراكل. قد يكون السبب إنه منتجات أوراكل أغلى، من ناحية ثانية تخضع للعقوبات الأمريكية. أوراكل هي الأشهر طبعا، في شركات أخرى ممكن يكون عندهم أي نظام معلومات موزع. السوبر ماركت والجملة يسمون نظام إدارة المستودع، يعني أحد الموديولات الأساسية. إذا واحد يشتري ERP، المكون تبعه الأساسي نظام إدارة المستودع، بيشتروا تجار الجملة السوبر ماركت، يخدمون طبعا ومجهز جهاز الغاز للقطاع. أي نظام معلومات موزع معناته إما ERP أو WMS إلى آخره، لاحظوا حركة تدفق المواد بين المستودعات والمخازن في اتجاه واحد، حركة المعلومات وتبادل المعلومات في اتجاهين. لاحظوا هاي الدوائر المتقطعة تعني في نظم المعلومات أن هذا نظام معلومات موزع. نظام معلومات موزع، إيش معنى نظام معلومات موزع؟ معناته موزع على أكثر من حاسوب، أكثر من سيرفر، في أكثر من مكان جغرافي، ويظهر للمستخدم كأنه نظام معلومات واحد أو قاعدة بيانات واحدة. قواعد بيانات موزعة، نظام معلومات موزع. رشا عم بيقول مثل السجلات المدنية. نعم، معظم، هلا معظم الشركات نحن احيانا نقول انه نظم معلومات افتراضيه، كمان موزعه افتراضيه، افتراضيه او موزعه افتراضيه، كمان مكوناتها ما هي موجوده على حاسوب واحد. فنظام المعلومات في هذا موزع وهو افتراضي. لما تكون موجود على حاسوب واحد او سيرفر واحد عم يخدم شخص واحد، بصير يعني. لذلك اغلب نظم المعلومات في الشركات هي نظم افتراضيه موزعه. هلا رح ننتقل نحن لإطار للنظم بين المنظمات، إطار تعاوني النظم بين المنظمات، يعني إيش ممكن يكون في عندنا نظم بين المنظمات؟ يعني قلنا في بين أعضاء سلسلة التوريد، وممكن يكون بين المتنافسين. متنافسين ارتباطهم إذا ارتبطوا، هل هو ارتباط أفقي ولا ارتباط عمودي؟ متنافسين أفقي، نعم. لما يكون الارتباط بين أعضاء سلسلة التوريد واحد ورا الثاني رأسي أو عمودي، ارتباط عمودي. الارتباط العمودي أعضاء سلسلة التوريد، يعني واحد يصنع الحديد، ثاني بياخذ الحديد ويسويه صناعات هندسية، يعمل أجزاء للسيارة، فأخذ من أبو الحديد. أبو الحديد دوره ينتج حديد، الدور الثاني ينتج قطع وأجزاء ومكونات السيارة، الدور الثالث وهكذا، كل واحد يمارس أدوار مختلفة. أما المتنافسين دور متشابه، يقومون بنفس الدور، يعني منتجاتهم متشابهة ويقومون بنفس الدور. فالارتباط بيناتهم بين الشركات التي تمارس نفس
ان شاء الله تقوم بنفس الدور ان الشركات متنافسه ارتباط افقي. طبعا هون 2005 قدم اطار للتعاون بين اطار مفاهيم للتعاون بين المنظمات. واي تعاون بين المنظمات عاده يتخلله تعاون معلوماتي وتبادل البيانات بينهم. فراحوا عن ارتباط الدور الافقي عمودي، عرفت ايش معنى افقي ايش معنى عمودي؟ معناته شركات تمارس نفس الدور افقي تقوم بنفس النشاط، شركات تمارس ادوار مكمله لبعض البعض حتى يصير منتج تام عمودي كاعضاء سلسله التوريد، افقي كالمنافسين. هذول معناتها متنافسين، هذول اشكال تعاون بين المتنافسين، هذول اشكال تعاون بين اعضاء سلسله التوريد. وايضا ضرب انه هو انه ممكن يكون الدعم تشغيلي قصير الاجل او متوسط الاجل، ممكن راح يضيف تكتيكي كمان، دعم استراتيجي. هذا استراتيجي وتشغيلي وتكتيكي، هذا مستوى الدعم. وبالتالي نتج عن هذه المصفوفة من أربع أشكال للدعم. طبعا هي أشكال رئيسية للدعم، احفظوها. هذول تعاون تشغيلي، تنسيق تشغيلي، معناتها الدعم التشغيلي ينتج عن تعاون تشغيلي وتنسيق تشغيلي. التنسيق بين أعضاء سلسلة التوريد، التعاون بين المتنافسين، تعاون تشغيلي بين المتنافسين. افتح شوي. نعود إلى المحاضرة. في حدا عنده أي تساؤل لحد الآن؟ هلا رح نضرب أمثلة نحن عملية واقعية حصلت فعلا بين شركات. طبعا كل شغلة إذا شفت مثال عنها واضح ببين وتفهمه شكل التعاون. معناتها تعاون تشغيلي، تنسيق تشغيلي بين أعضاء سلسلة التوريد كعلاقة المشتري والبائع، والتنسيق بين سوبر ماركت ومصنع يعمل يعني ترويج تعاوني، تخطيط تعاوني، عروض تكتيكية تعاونية. عادة بيعمل عروض لمدة شهر أو 40 يوم. تعاون تشغيلي بين متنافسين، اشتراك في قواعد البيانات، مشاركة المعلومات، تحسين خدمة العميل. يعني بين متنافسين نحن إذا تعاوننا، إذا تعاونوا منافسين مثلا بنوك، إذا تعاونوا مع بعض بيحسنوا خدمة العميل. إذا عملوا شركة إصرار، يعني شركة سحب واحدة، بإمكانك تسحب من أي مصرف خاص أو حكومي. هذا الكلام نحن عملنا عليه في 2010، حاولنا نعمل هذه الخطوة في البنك المركزي، إنما
لم نفلح. حاولنا نعملها على مستوى التجاري والعقاري، لم نفلح. هنا تنحطون. قعدنا معهم تقريبا حوالي 4 3 ساعتين جاي بحضور عبد الله الدلتري وزوجة اتصالات. أنا كنت مسؤول عن ضبط الدفع الإلكتروني في سوريا في البنك المركزي طبعا، بالتعاون مع كنت مدير مشرف عليها، يعني في مدير عام طبعا موجود حاليا في جلسات الموضوع، وبالتعاون مع شركة الاتصالات. هي كانت تحويلات يعني تمشي، يعني ما كانت تسحب حوالي مبالغ 10,000، ياخذوا 3 ليرات على يعني شغل الامور بسيطه. من قالوا انه في شغله فنيه كمان تعيق هذا التعاون، كان يعني قبل الاحداث كان هو في امكانيه السحب من العقاري او التجاري كانت موجوده، ياخذ مبلغ بسيط كل 10,000 يعطيك اياه لحاله، وياخذ 3 ليرات على كل 10,000، مع انه كان بيحسن يسحبها كميه كبيره مباشرة بقى ياخذ نسبة. نحن حاولنا نلغي هذه النسب كبنك مركزي، نحن بهم البنك المركزي عدم وجود العملة الورقية ونعتمد على العملة الإلكترونية كما فعلت كثير من الدول. هذا الامر يحسن خدمه العميل، وايضا في مصلحه على فكره للشركات نفسها، انه انا بدل ما افتح صرافات في كل الاماكن فصار كل البنوك عندي صرافات. اما عم تقول ما عندها صوت كانه عند الجميع ولا فقط عندنا، خلي تطلع امن معناتها ترجع تدخل مره ثانيه. دمج الموارد، لما يكون التعاون بشكل استراتيجي بين متنافسين فممكن يقوم بدمج الموارد. دمج الموارد انا اظن ممكن يعملوها كمان شركات، مثلا سيريال ام تي ام شركات اتصالات، بيدمجوا الموارد، بوفروا تكاليف، بيقللوا التكلفه، بيقللوا المخاطره، بيشاركوا التكلفه مع بعض. ممكن ينتج ايضا تحالف سوقي بين متنافسين، يشتركوا في البنيه التحتيه. شركات البترول احيانا في عندهم مواد، طبعا هذا تنسيق، يعني ممكن تنسيق، بس على مستوى انه يدمج الموارد. نحن حاولنا ندمج الموارد في شركه واحده في البنك المركزي، يمكن حاليا ما بعرف اذا صارت في موافقه عليها، انه صارت في شركه واحده على اساس تصير شركة واحدة لأنظمة الدفع الإلكتروني غير الصرافات طبعا. بس الحكومة يعني ما لازم، الحكومة لازم تكون هي ميزة بالنسبة لهم، بتميز فيها عن القطاع الخاص. أساسا ما إجانا مشاكل الدولار إلا بوجود البنوك الخاصة، يعني البنوك الخاصة إلا اقتنت الدولار وحرم من ذلك البنوك الحكومية. وممكن يكونوا تواطؤوا مع الموظفين البنك المركزي أو المصارف التجارية، ممكن يصير تواطؤ مع نفس الحساب بينمون كل واحد مصلحته. بشكل عام من عند السورية أنا تركت ومشيت ب 2011 لأنه شفت الأمور ما ضبطت معي، يعني في أمور كانت باشر بالفساد من هذيك اليوم. هم اعتبروها يعني إنه عم يمارسوا علم اليوم، يعني سياسات محلية. أنا بالنسبة لي كإدارة لم أتقبل ذلك، يعني طرق التدخل كانت ما ضبطت معي. تدخل عن طريق صرافي، والدول معظمها تتدخل عن طريق بنوك. المهم تعاون تكميلي منتجات وخدمات مشتركة
تسويق مشترك. في أمل، نعم، العقوبات، وفي عندك كمان في أمل أمريكا لما تعمل تجزئة مجزئة، هذا تنشر الدولار. فأنت دائما مزيد من نشر الدولار، ونشر الدولار ده فوضى، تجزئة مجزئة وفوضى، وبالتالي هيبة الدولة تسقط، تقع، بيصير كل بيصير إيش، كل واحد في منطقة معينة عم بياخذ إيرادات، وكمان صار شريك هو تجار زمان، إيرادات الدولة عم تجي عن طريق صار التهريب، وبالتالي في ناس منتفعين أفراد. الدولة، موارد الدولة، أين موارد الدولة؟ قبل الأحداث كان في مشاكل وفي تهريب في سوريا، قبل الأحداث كان في مشاكل وفي تهريب، وطبعا ولكن من متنفذين كثير من المسؤولين المختصين بهذه القضية لا يستطيعون العمل مع المتنفذين. حاليا ما اعتقدش ان نقول نحن اذا كان قبل الاحداث في تهريب، ما مبين، ما واضح، ولكن واضح من المختصين المسؤولين. فما بالك حاليا اماكن المسلحين لكن فيها تهريب، ولا تنهض صناعتنا اذا ما وقفت التهريب وضبطنا الحدود، واي دخول سلاح تروح يعني تروح للسوق للدولة، جمارك للدولة وليس للأفراد. تعاون تكاملي، منتجات وخدمات مشتركة، تسويق مشترك بين أعضاء سلسلة التوريد، ممكن يكون عندهم منتجات، خدمات مشتركة، تسويق مشترك. خلينا نضرب أمثلة حتى يتضح مثال أو أكثر عن كل نوع من الأنواع. إذا حدا حب يضرب لنا مثال كمان من نرحب ونحن في أمثلتكم، نبدأ بالتعاون التشغيلي بين شركات متنافسة إنه لتحسين جودة الخدمة أو لمشاركة المعلومات، معناتها مصلحتهم المشتركة إنه يحسن جودة الخدمة أو مشاركة المعلومات المفيدة لجميع الأطراف، بتكونوا هم كده مستفيدين من هذه المعلومات. مثال، أنشأت شركة تأمين المسافرين، شركة تأمين المسافرين أنشأت نظام الإدارة الطبية. ماذا أنشأت؟ نظام الإدارة الطبية لخيارات العناية الصحية. طب ما علاقة نظام الإدارة الطبية في شركات التأمين أو المسافرين؟ طبعا شركات التأمين في عندهم تأمين صحي، من مصلحة شركات التأمين تخفض تكلفة العناية الصحية وتحسن جودة العناية الصحية وما يمرضوا، المصلحة إنه ما يمرضوا. الدول التي تدفع تأمين صحي والحكومات يحاولوا يخفضوا، يعملوا وقاية، يعتنوا بالأفراد مشان ما يمرضوا، والأصل إنه ما يمرضوا الأفراد، هذا الأهم. أما لما يكونوا في مشافي خاصة فمصلحتهم يمرضوا يتصددوا. هذا النظام عملوه إنه لتمكين عملائها المشتركين من الدخول على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على ملايين حالات العلاج السابقة، نعم، لترشيد قرارات علاج المرضى. معناتها مين بيستفيد من هذا الأمر؟ بيستفيد منه شركات التأمين، بيستفيد منه أيضا المرضى، بيستفيد الأطباء بشخص المرض، المرضى بيستفيدوا منه انه بتعالجوا ما يعني ما يصيروا حصل تجارب من اول مره بشكل صحيح، وبتعالجوا من اول مره بشكل صحيح بنأسس على تخفيض خدمه العنايه الصحيه تستفيد شركات التامين. وليد مرج هذا النظام الخبرات الطبيه المحليه مع الموارد الإدارية لشركة تأمين وطنية. لاحظوا كثير أنا بدخل على الدكاترة أسنان أطباء بإيش بيقولوا لي؟ بيعرفوني بيعرفوني إدارة أعمال أو دكتور إدارة، بتمنوا إنه يكونوا هم بيعرفوا الإدارة بشكل جيد. ليش؟ بيقول لك إنه يشتغلوا بشكل بطريقة أحسن. ف
كثير من علم الإدارة. فهو الشركات التأمين عندهم موارد إدارية وقوة إدارية ومالية وتخطيط مالي من الأمور المحاسبية ودرس التكاليف موجودة عندهم بشكل جيد، والخبرات الطبية موجودة عند الأطباء والشركات العلاجية. ويمكن لكل من مقدمي الخدمة العلاجية والعملاء وشركات التأمين الضامنة الدخول على معلومات حول كيفية تشخيص ومعالجة حالة كل مريض، وماذا قدم كل معالج، وما هي نتيجة ذلك العلاج. يعني طبيب عالج شخص بطريقة معينة في أدوية معينة، إيش النتيجة؟ سجلت كمان، سواء كان صح أو غلط أو في شيء أصح من شيء. تطبيق حسب حالة المريض، طبعا مواصفات تختلف، ويرفع ذلك النظام من جودة العناية الصحية مع تخفيض كثير. حلو هذا التعاون؟ وين لازم نطبقه نحن؟ طبعا هذا الأمر يجب تطبيقه عالميا، هذا الأمر يجب تطبيقه عالميا. احتكار الأدوية خطأ، يعني إذا احتكروا كل شيء المفروض أدوية ما تحتكر. للأسف الأدوية تباع بأسعار احتكارية، علينا أسعار احتكارية تباع على الفقراء والمرضى اللي هن أعداء لحروب، تفشل الأمراض، هن مستهدفين حروب كثير من الدول كفرنسا بريطانيا، من مصلحتها هي الحروب، بيعوا سلاح وبيعوا أدوية وبيعطونا دعم قليل جدا، يعطونا مساعدات إنسانية نسبة قليلة من بيع السلاح، ويظهروا بمظهر الإنسانية حنونين. طبعا هذا كله بالإدارة بالأزمات، كل اللي عم تشوفوه أنتم حاليا إدارة بالأزمات. هل أوروبا فعلا فيها إنسانية؟ أنا ما بحكي على الأوروبيين، عم بحكي على أنظمة حاكمة أوروبية. طبعا موكل الدول، في بعض الدول يعني بحكي عن فرنسا مثلا، دول الدول الاستعمارية القديمة، بريطانيا، كلياتهم طبعا. حتى هلا الإنسانية اللي أنت عم تشوفوها حتى هي بناء على جدوى اقتصادية، أدركوا أن الإنسان أفيد لهم من البقر. يعني أثبتوا أن الاستثمار في الإنسان مجدي أكثر من الاستثمار في البقر، فصاروا يتحولوا نحو الاستثمار في الإنسان، حتى ما تخلوا أبوه وأمه يتدخلوا في الطفل. طبعا هذا ليس إنساني، هذا الأمر هي عملية استثمارية، ولكن أنا ما بقول إنه الناس البشر الموجودة هي، أكيد في ناس كثير منهم إنسانيين، في كل مكان في إنسانية، ولكن أساس المشروع فيه دعم من قبل ناس يستهدفون عمل اقتصاد معرفي. الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى إنسان مدرب متعلم خبير، وبالتالي في جدوى منه، ولذلك الدعم موجود، الدعم المادي موجود. وراح ينعكس طبعا على الشركات الكبرى اللي بيمتلكوا الكبار. نحن طبعا ما بيهمنا هذا الامر كثير، بيهمنا انه ما يكون امر مبالغ فيه لدرجه انه تدخل في شؤون الاسره بشكل مستمر. طيب في حد عنده اي تساؤل عن هذا المثال الموجود امامكم؟ طبعا هم عندهم علاج مجاني، بس انتم شعوبهم عندهم علاج مجاني، ولكن علينا أسعار احتكارية، أدوية أسعار احتكارية، وفي بعض الأدوية مهمة كثير من الدول، إيران عليها مثلا حظر، العراق، سوريا نحن أرخص أسعار عن الأدوية، الشركات الأدوية موجودة، يجوز لأنه في شوية تهريب، وفي شوية علاقات اتفاقيات مع بعض الدول المجاورة. التنسيق التشغيلي هو عالميا حاليا، عالميا أدرك أهمية الإنسان، هذا الإنسان تروي، ولكن بده يعني عملية التربية والتعليم والاعتناء به من نفس الصورة. فأوروبا
تتجه للاقتصاد المعرفي كليات الدول الأغلبية خاصة الدول المتقدمة، وينقصها البشر الكلي عندهم نقص، كانوا تعرفون كبار السن. القارة العجوز أصبحت القارة، نحن صرنا مشوهين وهم أصبحوا معدن اجتماعيا. يعني صار في عندهم فئات مختلفة مهجرين من كل الدول. هذا الأمر في دول سعت إليه هذا الأمر بشكل مخطط، يعني ما هي عملية عشوائية. يعني أكبر سرقة أنا بعتبرها هي سرقة الناس والبشر في الطريقة هاي، وهم ظهروا إنه ما سرقوا يعني طبعا. لذلك الاستعمار راحوا على أفريقيا صيدوا فيه للبشر وباعوها عليه. حاليا بدهم يتصيدوهم طبعا من مفكرين من عباقرة بطريقة ثانية مختلفة. فراحوا مهاجرين وعندهم تحدي، فبدهم اللي عنده تحدي عنده إصرار عنده إمكانيات يوصل لهم. هذا الإنسان يعتمد عليه، وبنفس الوقت شعوبهم راح تعارض لو وصلوا بطريقة ثانية. يعني طريق السفر الهجرة ممكن يعرضوا كثير. التنسيق التشغيلي بين أعضاء سلسلة التعليم مثال، طبعا هون بيكون الهدف منه رفع الكفاءة التشغيلية، الكفاءة التشغيلية دعم تشغيلي قصير الأجل ومتوسط الأجل. مثال التخطيط والتنبؤ وإعادة بناء التعاون اللي قامت فيه شركة وورنر لامبرت، شركة وول مارت قامت فيه مع وورنر لامبرت. طبعا هذا أكبر سوبر ماركت في أمريكا وممكن في العالم، فيها 10,000 فرع سوبر ماركت حاليا يمكن أو أكثر. كان لما 3,000 فرع سوبر ماركت يمتلك 80% من السوق الأمريكي وله فروع خارج أمريكا، حاليا صار 10,000. نمو هذا أنا بعتبره نمو سرطاني عالمي يأكل السوبر ماركت الأصغر والشركات الصغيرة. يقوم نظام السي بي اف ار على اعداد خطه اعمال مشتركه وتحدد تلك الخطه بوضوح. يصير في عنده خطه اعمال مشتركه، هذا النظام تخطيط تعاوني، تنبؤ تعاوني، اعاده من التعاون بين اعضاء سلسله التوريد. يقومون ايضا بالترويج التعاوني، بيعملوا تنبؤ مشترك بناء على بيانات السوبر ماركت. هل المصنع كان سابقا يستطيع الحصول على بيانات السوبر ماركت، مبيعات منتجاته للعملاء ونمط شراء المستهلك لمنتجاته؟ كان صعب الا اذا تشتري شريك. حاليا هو مسؤول نفسه مسؤول عن منتجاته، وفي تعاون بيناتهم تبادل معلومات بين الموردين والعملاء، وبالتالي صار يصل لبيانات المستهلك بالنسبة لمنتجاته فقط والعوامل المؤثرة في تلك المبيعات. طبعا قلنا نحن سابقا ان التنبؤ التعاوني ادق من التنبؤ العادي، وهو ايضا تتكامل في رؤية البائع ورؤية المشتري، فهو أدق. مثال ثاني، شركة وول مارت أيضا قامت بتطبيق نظام المخزون المدار من المزود، نظام المخزون المدار من المزود في السوبر ماركت. كل واحد بيدير منتجاته، يعني أنا شركة نسلة بتولى إدارة منتجاتي في السوبر ماركت، وبالتالي إذا في أي نقص ببعث أنا بكمل النقص. هذا يسموه نظام المخزون المدار من المزود. يعني أنا كسوبر ماركت ما بدير مخزون، يعني مين بخلي يديره؟
فانت الجهه الكبرى بتدفعهم للموردين، يعني كل شيء موجود في السوبر ماركت والمارت الامريكيه ملك لمين؟ للمنتجين، اصحاب اصحاب المنتجات، وهم يتولون في ادارتهم وبيدفعوا اجار على الركوب، يدفعوا اجار على كل رف كانه مستاجرين اجار. طبعا عمليه التحكم لانه هي اكبر شركه في العالم. في حد عنده اي تساؤل عن امثله السوبر ماركت؟ وارباحهم تاتي من الدعايه، 30% من ارباحهم تاتي من الدعايه والاعلان. ما في مش لي امل. حاولي تحضري مره ثانيه، يعني كملي الجزء اللي راح عليكي. مثال ثاني، نوع ثاني من انواع التعاون بين المنظمات، دمج الموارد بين شركات تقوم بنفس الدور، بين شركات تقوم بنفس الدور من أجل مشاركة التكلفة أو المخاطر عن طريق دمج موارد تكنولوجيا المعلومات. ويتم هذا الاندماج بين الشركات من أجل المنافسة مع شركة كبيرة أو من أجل توسيع الأسواق، أي لتقديم دعم استراتيجي. هلا لاحظوا هذه الامور كلها، الانواع هي التعاون بين المتنافسين. بتصير على ارض الواقع لما انت تشوف مثلا تعاون بين روسيا وتركيا، بين تركيا وايران، هذا تعاون بين المتنافسين، ولكن تجمعه هون المخاطر، يعني هم عدوا واحد، لا عدوا كلهم امريكا طبعا. وإن كانت تركيا يعني لسه ما بين أمورها، ولكن أيضا حاصل خطر، في خطر عليها. يعني بالنسبة لأمريكا، أي بلد بصير فيها فوضى لصالح أمريكا. تركيا، أوروبا، حاليا أفريقيا ما عندها مشكلة، هي لأنه الرأس الأكبر في النظام الرأسمالي التصدي الاحتكاري، وهي عليها الخطر الأكبر حاليا. فتسوية المجزأ والفوضى عندنا بالنسبة إلى حل لها لإطالة عمرها، والمزيد من التطفل. طبعا شنو بيشاركوا التكلفة والخطر؟ هلا في كثير متنافسين أحيانا بيشتركوا على بحث بده كلفة مرتفعة، بده وقت كثير، بده تكاليف كبيرة، بحث استراتيجي. فما بحسن شركة واحدة تقوم فيه، فممكن تشارك شركتين. أبحاث اللي عملتها مثلا شركة هواوي، طالعوا الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات. طبعا دعمتها الدول الصينية، صار في دعم من الدول الصينية، دول رأسمالية، دول لا تدعم الشركات الخاصة. فهو طبعا دعموهم بغرض، دول اشتراكيه ايضا لا تدعم، يعني ما كانت اساسا تسمح بالشركات الخاصه، انما دعمت الشركات الخاصه لغرض الخلاص من هيمنة امريكا على تكنولوجيا الاتصالات. يتم هذا الاندماج بين الشركات من اجل المنافسه مع شركه كبيره او من اجل توسيع الاسواق، اي لتقديم دعم استراتيجي. اذا في خطر استراتيجي على الجميع، فهون الاندماج او التعاون بين بعض البعض ضروري عشان ما يقع خطر على اي وحده منهم. مثال، شوفوا هذا مثال عملي ممكن استخدامه بين الدول. فانا ادعو حاليا لاكبر تحالف دولي شعبي، أكبر تحالف دولي شعبي للخلاص من الماسونية، أو سميته أنا نظام المسيح الدجال، إنه نتعاون نحن مع المسيح الصادق واليهود الصادق وكل الأديان الصادقين والأيديولوجيات حتى تحسنوا تتخلصوا
من هيمنة العائلات العالمية المتحكمة في العالم، أو الشركات يعني عدة شركات متحكمة وأسعار احتكارية. يعني هلا روسيا عم تمارس دور إيجابي، عم تبيع الأسلحة أرخص كثير. مصر عم تبيع أسلحة لتركيا، عم تبيعه بكل سهولة، مع إنه أول ما كان يحلم من الأسلحة. طوروا أنواع جديدة وبيبيعوا، وغاية منها طبعا يخرجوا من الاحتكار الأسلحة. الأسلحة كمان سلاح، استمرار الهيمنة الماسونية في بعض السلاح. يعني هي عندهم، أنا سميتها 7 سلع سلبية، في من ضمن السلاح المخدرات، الدولار، القطاع المالي المصرفي هذا. فكل هذا إذا أي شيء ممكن نقضي عليه فبيساهم في تفكيك النظام نفسه. وهو آية للسقوط طبعا، ولكن عم بيحاول، ما حدا عم يصطدم معهم، بخاف يصطدم معهم، ولكن الأمور تمشي تسير بشكل جيد. مثال، تم ربط مجموعة من شركات التأمين مع آلاف الوكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خدمات شبكة القيمة المضافة للتأمين. فهي شبكة القيمة المضافة للتأمين هي شبكة قديمة، ربطوا بعض من الشركات من خلال الشبكة، شبكة اسمها شبكة القيمة المضافة، عن طريق طبعا شركات الاتصالات، لمواجهة نقص حصتهم السوقية لصالح شركة التأمين العملاقة. شوفوا الشركة العملاقة خلت هذول كلهم يتحالفوا مع بعض لمواجهة خطر استراتيجي عم يهدد الجميع. هذا المثال اللي نحن عايشين على مستوى الدول، إنه في خطر استراتيجي عم يهدد الجميع، عم يهدد أوروبا حتى، رغم إنه أوروبا ما هي متضررة مباشرة، لأنه عندهم يورو. ويسمح ذلك النظام بدخول الوكلاء المستقلين على نظام شركات التأمين على العقارات وضد الكوارث والحوادث، لإصدار وثيقة التأمين والحصول على قوائم أسعار. فهون صار في عندهم، اندمجوا عدة شركات تأمين من أجل مواجهة خطر شركة عملاقة. طبعا نحن ما دائما بنقول الوحدة العربية وكذا، نحن بدنا تنسيق، ما مش الوحدة العربية، الإدارة والتنسيق ممكن تحل كثير من المشاكل على مستوى العرب، على مستوى المسلمين، على مستوى دول الجوار، دول الصديقة. الإدارة والتنسيق والتعاون وبناء الثقة، تعاون، بناء ثقة، بناء محبة، بناء سلام، كل هذا يساعد إنه إيقاف الحروب لحالها هي تؤدي إلى انهيار. إيقاف الحروب لأنه الحروب عندها أسلحة وتأثر، عم تنتشر وتلعب. النوع الأخير من التعاون، التعاون التكميلي بين مين ومين؟ هذا بين أعضاء سلسلة التوريد، تكميلي بين أعضاء سلسلة التوريد. الغرض الرئيسي منه فتح أسواق جديدة من خلال مزايا التكامل بين أعضائه. طبعا هو لدعم، لتقديم دعم استراتيجي. التعاون التكميلي فتح أسواق جديدة من خلال مزايا التكامل بين أعضائه. إن أساسا سلسلة التوريد لما عملوها من أجل تحويل المنافسة من منظمة لمواجهة منظمة إلى سلسلة من المنظمات لمواجهة سلسلة من المنظمات الأخرى. المنافسة الحالية صارت بين ثلاثة توريد وليس بين منظمات. لاحظوا هذا المثال، قامت شركة UAE SAS للنقل الجوي بتقديم خدمة سفر متكاملة، تعرفوها من المثال دي، تشمل خدمة نقل جوي وعربات نقل وفنادق. معناتها بقدم لك خدمة متكاملة بسعر منخفض وجودة خدمة. أنت لما رايح مثلا
الحج، فأنتوا خد منه تكاني إيجار ونقل كتش. رايح سياحة على اسطنبول، على شرم الشيخ مثلا، على مصر، فأنت رايح بشركة بتقدم لك خدمة نقل سفريات ونقل بري ونقل جوي وإقامة وعودة، عارفين إيش بدك تدفع من البداية للنهاية. طبعا هذا الأمر بيساعد في تخفيض التكاليف وتحسين جودة هذه الخدمات طبعا، وبالتالي الشركة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة لأسعار في متناول اليد. عادة الشركات كثير تعمل العروض هاي. حاليا طبعا مع وجود التجارة الإلكترونية هذه الأمور تكثر. لماذا قلت السياحة؟ عالميا قلت السياحة، يعني هذا أسبانيا كانت تعيش على السياحة. لماذا انخفضت السياحة؟ السياحة كانت عم تشغل ناس كثير وفيها دخل وفيها منافع للدولة. لماذا انخفضت السياحة؟ نتيجة التضييق العالمي، نحن نعيش في نظام التضييق، وصل لنهاية التضييق. تصوروا أنه الأنظمة الاقتصادية العالمية وصلت للنهاية، فما الحل؟ صراع حاليا، نهاية التضييق الصراع. صراع تجاري، صراع عسكري، ريثما تتشكل أقطاب وتحالفات جديدة. ما تتشكل يعني، ما تتشكل مثلا في تفكير آسيان. آسيان طبعا موجودة من قبل، وراسيا، أوروبا وآسيا، أو معهم أفريقيا أحيانا، أفرو أوراسيا. فأظن راح يصير في شيء معين خلال السنوات القادمة. في حد عنده أي سؤال عن أشكال التعاون الأربعة اللي أخذناها نحن بين أعضاء سلسلة التوليد بين المتنافسين؟ شوف التعاون مفيد بشكل عام، التعاون إذا فيه مصلحة للطرفين مفيد، يتعاون يتعاون على البر والتقوى بين المتنافسين، بين دول، بين كذا، تعاون دائما وبناء الثقة والتعاون مفيد. والتفرقة والصراع دائما بيكون لصالح جهات تستهدف ذلك، تفتنون طبعا، تفتن يعني الناس مع بعض البعض ويستفيدون من هذا. التبادل الالكتروني للبيانات مثل ما قلنا، نحن الاكس ام ال لعب دور في فتره معينه كما لعب الدولار، حاليا عم يلعب الدولار وسيط بين الناس. فالحفظ في وثائق اكس ام ال ليس ما تحوله انت الى تنفيذ اخر. ايضا تم تبادل الكتروني بين المنظمات، تسجيل اعضاء تعبئه بيانات الصفحات. انت لما تعبي بيانات صفحات فانت عم يعني تتبادل بيانات الكترونيه، استئجار خدمه تبادل بيانات الكترونيه، الايميل لها الدور. حاليا الواتس عم يلعب دور، عم نعمل تبادل بين جميع الافراد في العالم واتصالات. هذا الامر كان من فتره معينه قبل 2005 2006 كان نسمع انه في اتصالات رخيصه او مجانيه دوليه في اوروبا في امريكا، حاليا موجوده في كل دول العالم. من البيانات اللي بيتم تبادلها الكترونيا، اوامر الشراء في التجاره الالكترونيه ممكن معك امر الشراء الالكتروني، إشعار موافقة برد عليه طبعا وكلاء الأذكياء نعم دور في جميع، برد عليه وكيل ذكي إشعار موافقة على أمر الشراء، جدول التسليم ممكن أنا أبعت جدول التسليم، جدول امتحانات، إشعارات الشحن، إشعارات الاستلام، التغيرات على تلك الأوامر، الجداول، إشعارات الفواتير، بيانات مخاطر الحجة لأصحاب المصانع. والوكلاء الأذكياء في برامج هاي تلعب دور كبير في هذا التدابير.
عنده اي تساؤل عن هذه المحاضره اليوم طبعا يكون هون انهينا نحن المحاضره بشكل كامل. المحاضره النظاميه الاخيره في موعد النظامي رح ناخذ رح تحاولوا تشوفوا اذا في عندكم اي تساؤلات تجاوبوا عليها. طبعا انتوا بدكم تجيبوا لي تساؤلات وانا بنعدي هيك على كل فصل يعني اللي له تساؤل يسال. فممكن زيادة مثل توحيد الجلسة الأخيرة ممكن إذا ما في حضور ممكن يعني إذا في امتحانات مثلا أنتوا عددكم عليه توحدوها إيه تعرف تتفقوا عليها. في عندنا نحن يوم اثنين أربعة الساعة 6 الساعة 2 الأسبوع. نعم هذا الأسبوع هذا الأسبوع من المحاضرة الأخيرة رح تكون هذا الأسبوع بس لحظة شوي هذا الأسبوع رح تكون المحاضرة الأخيرة. لا ما رح نعمل أنا بتكون بحطلكم بحملكم محاضرة قديمة سابقة فيها مراجعة سريعة بس ما مراجعة سريعة متعبة. هلا هي المحاضرات النظرية والعملية خلصت. في المحاضرة الأخيرة راح نشوف أسئلتكم تساؤلات وإذا عندكم أي تساؤلات. ممكن نحملكم محاضرة سابقة في إحدى المحاضرات نقولكم عليها مراجعة سريعة إذا حبيتوا. من الفصول الماضي لنفس المحتوى تقريبا نفسه تمام. فأي تساؤل لكم في أي فقرة عملية نظرية جاهزوها أنا جاي أعطيكم شرحها إذا ما واضحة بالنسبة لكم. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.